السلام عليكم، انا يوسف ازوغار، رجل طالق ديال كدير هادشي ديال صحافه نزيهه تنعرفها انايا. وهاد السيده هادي مده ديال 7 سنين وانا نفارق معاها، وما عمري شفتها من هذيك المده ديال 7 سنين. فين ما تمشي لدارهم تنقلب عليها، انا ما بيني وبينها والو، انا لا قبل الدري ولدها، ديما تيسولني مسكين، ديما ماما فين هي، ماما هادي، نقول لها ماما كرا مريضه، ماما كرا مسافره، ماما كرا طلقات مني، ما عرفتش علاش وليدي، راه بغات تجي راه تجي تشوفك. واحد ما خرج انا من هنايا، تلاقيت مع هنا في جيت الطرام تتصور. وانا نقول لها السلام عليكم، كي دايره بخير؟ ما كاش بغيتي عندي شوي بدات تغوت قدام الناس. وكاينين الشهود، راه كانوا مع شي ناس خدامين معاها، راه شافوا المنظر اخويا، قالك لي انا ضربتها وبغيت نتحرش بها وهادي، ما وصلنا حتى للكوميسارية، ما داروا معنا في الكوميسارية والو، سيبتونا للأسرة. وهي دابا تتهدد فيا تتقول لي أنايا بأنني أنا غنمشي ندعيك وغنمشي ندير ليك، وأنا خايف على راسي خويا، ماشي ما خايفش، ولكن تنخاف من الله أكثر، حيت علاش؟ لأن واحد الحاجة خصني نقولها لك خويا، ومجوجة الله يعاونها الله يسهل عليها، ولكن الدري صغير شنو الذنب ديالو؟ راجلها عارف هادشي؟ ما نظنش ما عمرو عيط ليا، انا ونكون انا بلاصتي نبغي نعرف، حيت هادشي قالوا الله شرعوا الله، ولا تزوج بها؟ مخبعة عليها هادشي، هي مخبعة عليها هادشي، هادشي اللي بان ليا خويا الله اعلم، ما نكذبش عليك، ولكن انا حيت ما كاينش شي حاجة علاش غنخبيو هاد الموضوع، كنا مزوجين وطلقنا، ولدنا وليد بحالها المطيب. علاش غادي تخبى وتخبي على راجلك وتخبي على الناس وتخبي على هادشي هذا؟ فين كاين المشكل؟ شنو باغي؟ انا ما بغيتش منها والو سيدي، انا طلبت منها بان تجي تطلع على ولدها. واش غنقول لك اخويا؟ هاد السيده هادي راه عايش معاها، مشيت عند والديها، مشيت عند، لا حول ولا قوه، حتى واحد ما بغى يجاوبني، حتى واحد ما بغى يهضر معايا، وبحال قلبت عليها والله اخو، قلبت عليها بالله، تعيش في حي محمدي، مشيت العين السبع لدارهم، قالوا لي تسكن في محمديه دابا حاليا، دابا في مجوجه وهادي، ولكن ما بغيتش انا نبقى ندور ونبدا نقلب وهاديك الشيء، كذب عليك عييت اخويا. شنو بغيت؟ انا السيده ما بغيت منها والو، تقابل ولدها وتعاوني عليه شويه اخويا، انا ما في حاليش انايا. انتما مطلقين؟ مطلقين انا ما في حاليش، انا تنقي على الحوت. القضاء شنو قال في هادشي؟ القضاء اخويا هي اللي بغات تطلق باش تمشي لبرا، وقالت لي انايا وهمتني بانني غادي دي والدري ودي هادي باش نطلقها. منين طلقتها مشات لفرنسا او ما مشاتش الله اعلم، حيت انا من طلقتها مشات قالت لي انا راه في فرنسا. الحضانه عند مدير الولد؟ الحضانه عندي، يعني يمكن لبها. باش طلقتي عطيتها الحقوق ديالها النفقه؟ هي سمحت في كل شيء، هي باغا تخرج على برا، باغا بحال قلتي تفك، سمحت في الدري، سمحت كل شيء، انا ما في راسي والو خويا. انا قالت لي غادي نمشي وانا رجعت، انا عندي والديه برا، عندي امي، عندي خويا. تفارقتوا مسالمين؟ ها تفارقتوا مسالمين؟ مسالمين، ما كاينش المشكل خويا، والله ما عندي مشكل معها بالرب. تنخدم هي في ستاندر دابيل، انا تنخدم في الحوت اللي قسم الله يجيب الله 70 درهم، يجيب الله 80 درهم، 100 درهم، اللهم لك الحمد. قلت انا نقدروا نفهموا منك انك ما بقيتيش قد على الحضانه ديال ولدك. ماشي ما بقيتش قد عليها، انا باغي دير سيره الرحيم، اما الحضانه قاد بها وفايتها ليها، لان ما نقدرش نفرط في ولدي. بغيتيها تعاونك على ولدي؟ عاد جيت تشوفو كاع، لا تعاونني اخويا، غطلع عليه. اما اللي بغى يدير شي حاجه راه ما تيقولهاش لولده، ولا اللي بغى يعطي شي حاجه ما تيقولهاش، تيجي وتيعطيها. تتقول لي هي في التليفون باغيني نعطيك الفلوس، باغي انا دي. انا ما بغيت لا فلوس لا والو، الحمد لله. على شحال هادي باش عايش انا وولدي هاد 7 سنين هادي؟ تناكل وتنشرب فيه. هضرت معاه قالت لي انا ماشي ولدي، قول لي امك راه ماتت، ها وهاد الحاله المدنيه هادي، وانت جيتي لحدانا هنايا، ومادام انت غبرتي 7 سنين ياك وتزوجتي وسهل عليك الله، بعدتي مني ونسيتك انايا، بقيت عمر راس حتى طعنتيني من اللور، قلتي لي انا تقش فيك وغدرتيني. فاش تقتي فيها؟
حيت انا مزوج معاه وعندي معاه وليد وضاربه معايا 5 سنين اخويا مده السنين ما خليت ما درت معاه. يعني سافرنا ضحكنا عند العائله ديالها في دارهم تعيش الحياه بخير. ميمه الاب ديالها تقلبات الموازين خويا. داز واحد الشهير صافي السيده اللي قالت لي ديال الطلاق هذا بابا راه مات وهادي وانا راه بغيتي نمشي برا عند اختي وندير وريقات ونصوفي ولدي ودرت معها هذاك الشيء حيت هذيك الوقيته كانت ديال الموت ديال با والله العظيم وقلبي حن عليها وكذا ودي قلت انا ما نديرش شي حوايج اللي داروهم باش نتزوج. دابا المده كامله ما بين الدري معايا ولا شحال عشتوا مع بعض؟ شي 6 سنين تقريبا خويا. اه تزوجنا في 2011 2016. الدري تزاد في 2012 لمعت 2011 المهم 2012. شنو الرسالة اللي توجه ليها اليوم؟ ما سمعتكش خويا مني. الرسالة اللي توجه ليها انا الرسالة اللي بغيت منك راه ما بغيت منك لا فلوس ما بغيت نوصل معاك محكمة ما بغيت المشاكل كاملة ما بغيت منها والو. انا بغيتك ديري صلة رحيم مع داك الدري حتى هو راه ولدك. انا وياك غلطنا كنتحملوا المسؤولية ديال داك الدري كنتحمل المسؤولية ديالو ماشي ما قادش عليه لانه هو تسولني على امو. واش غنانا اش غنقول ليه؟ انا راه تيجي عيد تنبكي تيجي رمضان تنبكي الناس خارجين مع ولادهم فرحانين ومع والديهم واش غنقول لك. انا واحد النهار والله ما نكذب عليك جاي من المدرسة نهار عيد الام والله واش هادي يعني والله يا خويا قلبي ضرني دابا جايب لي واحد الورقه مرسومه فيها القدس وفيها الكعبه وفرحان وجاي وقال لي بابا شو واش رسمنا في المدرسه وانا نقول لي شنو رسمت وليدي وحل لي هذاك الكتاب وين مكتوبه وحبك يا امي حيت ذاك النهار كان عندهم عيد الام قال لي لما نعطيها بابا قلبي دارني بس كنت ما قدرت نقول لي ولا عندك تولدي والله الا بقيت ابوس فيه وزيتو وديتو معايا كلفتو بالهضره تنسى يلاه بحال هادشي ما يضركش خويا والله خد بالك انا السيده ديال ما باغي منا والو حيت انا بغي شي الا جات طلعت على ولده وهضرت مع ولده انا غنرتاح 90% ان شاء الله والله خويا بالله ما تقول لك انا باغي الفلوس ولا باغي حتى الفلوس غديهم معايا عند الله شي حاجه غنديها معايا وتا هي الله يهديها على نفسها تشوف بينه وبين الله راه الله غتيشوف. وهذا ما كان اخويا ما لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديها الله يهديها هادشي انا نقول خويا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.